هلام السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير. انا بستريح بعد اذنك. اول شيء اشكرك على الموضوع اللي انطرحته. اذا تكلمت عن المراه انت تكلم عن امك واختك وشيء في وجهك، بنتك، زوجتك. المراه يعني يقول لك نصف البيت المراه، والله العظيم انه بعض الاحيان في البيت رجال كفو وسمعته طيبه وتلقى عياله دون دليل على العرق، وتلقى لك رجال هادي ولا دون وتلقى عياله من فوقه دليلا على ان خلفهم ام عظيمه. الشخص نتيجه تربيه بين ام واب، وهذا ما يجحد اي شخص، وبين مجتمع هو يعيشه سواء خوات او اخوان. المراه شانها عظيم من زمان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم كان في سكرات الموت يقولون دخلت عليه، ان كانكم معي، يقولون دخلت عليه ابنته فاطمه قبل يموت وكان تعبان وكانت تبكي متاثره. يقوم دخلت عليه قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ادنوا مني يا فاطمه، قربي مني. فكلمها في اذنها فبكت بزياده، زاد بكاها. يقوم شافها تاثرت قال ادنوا مني يا فاطمه، فقربت منه وكلمها في اذنها فضحكت وطلعت الى نهايه القصه. قال عائشه رضي الله عنها ادنوا مني يا عائشه، ووضع راسه على صدرها حتى مات. بعد وفاته سالوا فاطمه قالوا وش كان يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ انت شاورك وزاد بكاك، بعدين شاورك وزاد ضحكك. قالت يوم دخلت عليه قال يا فاطمه اني ميت الليله، اول مشاوره له. قال انا بموت اليوم ميت. تخيلوا مشاعر ان ابوها يقول لها اني ميت الليله. تقول فبكيت. قالوا طيب والمشاوره الثانيه وش كان يقول لك اللي ضحكت فيها؟ قالت فقال لي ادنوا مني يا فاطمه، فشاورني في اذنه ثم قال انك انت اول اهلي لحاقا بي، يعني انت اللي بتموتين بعدي، اول واحد من اهلي بيموت بعدي انت يا فاطمه. فضحكت. فهذا دليل على قرب بنته منه، وهذا دليل على علاقه الشخص بالمراه، وعلاقه الرجل ببنته، وعلاقه الشخص بامه. للامانه انك انت بتغير مشاعرنا شوي، احنا اشتقنا لاهلنا واجد جدا، وامهاتنا نص تربيتنا. ياما يصبرن علينا، وياما تكلمن معنا، وياما ساعدنا في طيحتنا، وياما نقونا في وقت ضعفنا، وياما اشارن علينا بشيء يمكننا بعض الاحيان نشوفه صح وفي الاخير يطلع كلامها هي صح. صلى الله العلي العظيم ان يرحم كل من توفى من امهات المشاهدين والحضور واخواتهم، وان يطول الله في اعمار امهاتنا واخواتنا، وان الله يجزاك خير. وافي. كانت مداخله بسيطه واشكرك. وافي ومجمل. الله ما عليك سوء. مجمل. طيب.